يعطيك العافية أستاذ. سؤالي إنه دوائر الضوء اللي لما نفعلها بحياتنا، من قبل هيك أنا كنت بسمع لمحاضراتك عم نحكي إنه الجسم الأثيري هو مخزن لجميع الأفكار والمعتقدات اللي بحياتنا المختزلة من نحن صغار أو حتى من الحياة السابقة، وأمراض جسمنا الفيزيكي المادي هو يعني بيكون أساساً لازم علاج، هو العلاج الأثيري للجسم الأثيري لحتى يشفى جسمنا المادي. هلأ السؤال هو لتفعيل دوائر الضوء لحتى يكون أكثر علينا نفهمه أكثر، دائرة الضوء هي بتعمل على تنظيف المشاعر المخزونة حتى لو كانت من أجيال سابقة، يعني من حياة سابقة أنا عشتها. الجسم الأثيري هو جزء من المعادلة. الكون عندما ننظر إليه لا ننظر إليه فقط من جزء واحد. الكون اللي إحنا نعيشه كون الطاقة، وهذه الطاقة يجب أن تفهميها، يجب أن تتعرفي عليها، يجب أن ترقصي معها، يجب أن تتعمقي في الاتحاد معها. فالمسألة التي أنا أراها عندما يعني أشخاص يطرحون هذه الأسئلة، هم يعتقدون مثلا أن الجسم الأثيري فيه كل المشكلة، أو ممكن هو الذي يحل، أو قسم يقولون العقل الباطن كذا وكذا، أو قسم يقول لو أطبق الأمر التالي هل أستطيع أن أشفى. الكون لا يعمل من جزئية واحدة، هذا شيء في غاية الأهمية. فالجسم الأثيري هو جزء من معادلة الكون، من معادلة العقل الكوني. ماذا أقصد؟ أقصد عندما أنت ترين أولا، هذا شيء مهم جدا 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 في كل حياتنا، يعني أمور حياتنا شؤوننا، عندما ترين أنت المتحدة وأنت الاتحادية مع الكون، أنت المتحدة مع الحب، السلام، الفرح، الجمال، القوة. فأنت سألتيني حول الجسم الأثيري، أنا ماذا عملت؟ أنا صعدت أعلى، منطقة أعلى. هذه المنطقة فيها كل الفرص، فيها كل الحلول، فيها كل الجمالات. الجسم الأثيري هنا هو الذي نستطيع أن نقول جسر الترابط. الجسم الأثيري أيضاً بعلوم النفس يسموه العقل الباطن، نفس الشيء بالمناسبة يعني. فهو وصل الترابط بينك وبين الكون أو بين الرب. هذا الجسم الأثيري يتأذى بمعتقدات خاطئة، يعني يخزن فيه معتقدات خاطئة من الحياة السابقة صحيح، ويخزن فيه برمجيات مجتمعات متعودة على التفكير السلبي، فهو الخازن. وكل شعور، كل كلمة، كل فكرة، كل إحساس، كله يتكون في الجسم الأثيري. الجسم الأثيري ليس النتيجة النهائية، يجب أن تعرفي هذا. يعني هو ليس خلاص نقول أها نحن بما أننا وجدنا المشكلة في الجسم الأثيري إذن نقوم برسم دوائر الضوء وتنتهي المشكلة. كلا، وإنما الجسم الأثيري نتعرف عليه من أجل أننا نتوصل أو نعيش الاتحادية بالعقل الكوني. فأولاً قبل دوائر الضوء هذه، أنت تنهضين صباحاً قبل، لا تعملين يعني لا دوائر الضوء ولا غيرها، فتبدأين بالإعلان أنك متحدة مع الكون، مع الطاقة الجميلة، مع الحب، مع السلام. تحاولين يعني أن ترين نفسك أنت الكون ذاته. عندما أقول أنت الكون ذاته بمعنى أنت كل الثراء، أنت كل الصحة، حتى كل زاوية من زوايا بيتك فيها فرص كونية
الشوارع فيها فرص كونية، سقف البيت، دعيني أقول هذا، فيه فرص كونية، هكذا بيتك هو بيت الفرص الكونية. فمن هناك يبدأ التصليح. التصليح لا يتم عن طريق أننا نركز على الجسم الأثيري. فالجلسة الأولى هي نسميها الجلسة الاتحادية أو إعلان التحرر. من هناك عندما نرفع ترددات وعينا، نحن هنا ماذا نعمل؟ نقوم بتغيير فكرنا، بمعنى تغيير وعينا. وانتبهي، عندما يتغير وعيك بمعنى ظروفك تتغير، يجب أن تتغير. بعدها نبدأ بالتطبيقات التي أنت ذكرتيها، تطبيقات جلسات هذه دوائر الضوء التي أنت تطبقيها أو الأشخاص المتابعين يطبقوها. الآن دوائر الضوء يجب أن تعطين لها إحساس ومعاني وفهم، يعني لا تستطيعين أن تقولي نعم أطبق الآن دوائر الضوء وتعمليها بسرعة بدون أن تفهميها. دوائر الضوء ماذا تعمل أساسا؟ بل ما هي دوائر الضوء؟ دوائر الضوء هي العقل الكوني ذاته في العمل. هو هكذا، لأن العقل الكوني هو فيك أنت الآن، اتحدت بالعقل الكوني، هذا واحد. ثانيا، أنت تفعلين هذا العقل الكوني، تشغليه. فعندما ترسمين دوائر الضوء كأنه أنت تهزين بهذا المصطلح، يعني تنبهين، تقومين بإيقاظ الجسم الأثيري، يعني تقولين له أنت قوة، أنت جمال، أنت روح رائعة، اترك البرمجيات السلبية، اترك المخاوف. لأن الجسم الأثيري، بصي، يقاد أيضا من أفكارك وأحاسيسك ومشاعرك. الجسم الأثيري طاقة، هي هذه الطاقة لا تعرف الاستنتاج، وإنما المخزون فيها هو النتيجة يكون. فأنت تساعديه على أنه يستنتج. هل تلاحظين الفكرة؟ أنت تساعديه على ماذا؟ أن يستنتج. بمعنى تقولين أسامح نفسي، هذه الكلمة جدا مهمة، لأنك أنت عندما تسافرين من البعد الأرضي تنتقلين إلى البعد الآخر، وأنت إذا لا تسامحين نفسك هذه مشكلة، لأن الجسم الأثيري لا يستنتج. الجسم الأثيري يأخذ المحتوى ويسافر بك إلى العوالم الأخرى. فأنت أو نحن قبل أن نترك الأرض يجب أن نعبئ بهذا التعبير، نعبئ الجسم الأثيري بالحب، بمسامحة النفس، بمحبة النفس، بجمال الحياة وبمحبة الناس. هذا الأمر في غاية الأهمية. هذه كيف تفعل؟ تفعل بدوائر الضوء. دوائر الضوء طاقة كونية، وهذه الطاقة الكونية تشتغل في وعيك، تشتغل في الجسم الأثيري، تشتغل في كل شيء. دوائر الضوء يجب، من أجل أن تعمل بصورة صحيحة، يجب أن يكون كما قلت هناك فهم وإيمان، وأيضا أن تبنين البناء الإيجابي، ترين نفسك أنت القوة وأنت الصحة وأنت الفرح وأنت السلام وأنت الهدوء. هل دوائر الضوء تصفي الأخطاء التي حدثت في الحياة السابقة؟ طيب، هنا الموضوع يتغير الآن. يعني الموضوع نبدأ به، نقول ما هي الحياة أساسا؟ يعني لأنه نسمع كثيرا يقولون الحياة السابقة، الحياة السابقة، الحياة السابقة. طيب، هي ما هي الحياة؟ وما معنى سابق؟ ما معنى أساسا سابق؟ نحن دائما نتكلم، لكن الكلمة ضعيفة في توضيح المعاني الكونية. أي كلمة نحن نستخدمها هي already، هي ضعيفة جدا. الكلمة ضعيفة في وصف الكون،
فعندما تقولين حياتي السابقة، طيب ما معنى السابقة؟ ما معنى حياة؟ فاسألي أي شخص هو لو يتحدث حول الحياة السابقة، قولي له طيب ما هي الحياة؟ عرف لنا الحياة. فنحن لا نستطيع أن نفهم الحياة السابقة ونحن لم نعطي تعريف إلى الحياة. وما معنى السابق؟ هل في عقل الكون سابق ومتقدم وحاضر؟ ما معنى الحياة؟ بل ما معنى أنت؟ ما معنى حياتي؟ ما هي الحياة؟ فكل المواضيع مسألة الحياة السابقة يدخلون يعني باتجاهها أو يفكرون فيها أو يحاولون أن يحللوها جزئيا. لماذا جزئيا؟ لأنه أنت إذا لم تتعرف على من أنت ومن هو الكون وما هي طبيعتك وما هي طبيعة الكون، أنت لا تستطيع أن تحل هذه الأمور. فالحل دائما يكون جزئي. بالمناسبة كل هذه التي تسمعيها مثلا محاضرات الحياة السابقة والطاقة الإيجابية وكل هذه الأمور تعطي حلول جزئية. لأنه لماذا تعطي حلول جزئية؟ لأن الإنسان لم يفهم ما معنى الحياة، ما معنى الله أساسا عندما تقولين حياتي. فدائما يجب أن عندما تفكرين وتحاولين أن تجدين الحلول توقفي قليلا واسألي ما معنى الحياة أساسا. يعني أنت قولي مع نفسك، قولي أنا أقول حياتي السابقة حياتي السابقة، واسألي نفسك قولي طيب أنا هل أنا أعرف ما معنى الحياة؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى حياة؟ فلا نستطيع، مرة أخرى أكرر، لا نستطيع أن نرجع للحياة السابقة ونحن لا نعرف معنى الحياة. لأن كثير من المواضيع وكثير من الأشخاص في اليوتيوب وفي البرامج، يعني برامج الأونلاين، يقول تعرفت على حياتي السابقة وكنت فلان وكنت كذا وعملت كذا وهذا الكتاب قال كذا وهذا المؤلف قال كذا. لكن ما هي الحياة أساسا؟ ما معنى الحياة؟ يجب أن نضع تعريف لمعنى الحياة. فعندما نفهم معنى الحياة سوف تنصدم عندما تنصدمين عندما أقول لك عندما نعرف معنى الحياة سوف تتفاجئين، تجدين ليس هناك حياة سابقة، وإنما الحياة السابقة تكون هي جزء من الحياة. لا، جزء من الحياة، جزء من الخبرات. لأن أنت عندما تقولين حياتي السابقة من منطق أنت لم تعرفي معنى الحياة، أكرر، عندما تحاولين أن تتعرفي على حياتك السابقة بدون أن تعرفي معنى الحياة، فأنت ترين أنك أنت اثنين، أنت الآن وأنت السابقة. وهذا هو الخطأ، لأنه سوف تصابين بالخوف. لماذا تصابين بالخوف؟ لأنه وأغلب الناس بالمناسبة عندما يقرؤون حول الحياة السابقة يخافون. هذه قاعدة أغلب الناس، لأنه يقول لماذا أنا في هذه الحياة لدي مشكلة، يستنتج يقول أها ممكن عملت خطأ في الحياة السابقة. وهذا هو خطأ. فالذي يريد أن أقوله أن الحياة السابقة ليست هناك حياة سابقة، وإنما هناك اتصالات متكاملة. أنت تعيشين كون فيه تجارب متعددة بحياة واحدة. ما معنى الحياة؟ الحياة هي الله، هو هذا. أي نعم، فأنت تعيشين تجارب الله. أنت ليس هناك شيء اسمه حياتي السابقة، أنت تعيشين تجربة الله. فعندما تعيشين تقولين، أو عندما تبدين بفكرة أنه تقولين أنا أعيش تجربة الله، ترتاحين كثيرا ويزال كل القلق والهموم والمخاوف. أو أنا أعيش، ممكن سر أستاذ، ممكن إيه؟ أنا أعيش رغبة الله. إيه، جدا صحيح. ما هو منظار الحياة السابقة بالمفهوم العادي كأنه عقاب الكون أو كأنه إنسان
ارتكب أشياء خاطئة فيخاف. هو هذا موجود يعني متعارف عليه حقيقة، يعني مسألة الحياة السابقة أقصد، عندما نتناولها فالأشخاص يخافون يقلقون، يقول ممكن حالي أو وضعي نعم السلبي ممكن بسبب الحياة السابقة. هذا غير صحيح، لأن الحياة السابقة هي ليست حياة سابقة، هذا تعريف غير صحيح مسألة الحياة السابقة، وإنما هي تجارب متصلة، لأنك أنت الله، أنت الحب، أنت القوة، أنت الجمال، والله وضعك في تجارب متعددة لأن الله يريد أن يعبر عن نفسه. فتكون الحياة السابقة هي فرص فرح وفرص سلام وفرص جمال وفرص ذكاء. فهنا يأتي الجسم الأثيري، عندما نضع فيه هذه المعاني فبالطبع ما يسمى بالحياة السابقة يجب أن تتصلح، يجب أن نعم تتصلح. في حين عندما تخافين وتقولين ممكن أنا وضعي كذا كذا الآن بسبب الحياة السابقة، الحياة السابقة، فيصبح اضطراب في الجسم الأثيري أكثر، لأنه الجسم الأثيري لا يعرف كيف يستنتج. هذا يجب أن تعرفيه يعني مهم جدا. الجسم الأثيري عبارة عن مستودع هائل كبير غير محدود من الطاقات العاطفية والحياة التي يسموها الحياة السابقة والمشاعر والمواهب، يعني خليط هائل. فهذا دائما يحتاج توجيه ويحتاج أن تهدئيه، تتكلمين معه، تقولين له أحبك يا جسمي الأثيري. يهلا نعم، بك. هون السؤال، نعم السؤال الثاني عشان بلشت أنت تحكي فيه أستاذ بعد إذنك، هل الجسم الأثيري حساس للكلمة؟ جدا، مش فقط حساس للكلمة، حساس للكلمة وللنظر وللأحاسيس وللمشاعر اللي نشعر فيها وللإعلام ظروف العائلة، لأن هو له يعني قابلية أن يسحب بسرعة ويسجل بسرعة. إذا هناك في كثير تقارب ما بين الجسم الأثيري والعقل الباطني، في كثير بيناتهم تشابه. لا هو نفسه، هو نفسه. لا هو نفسه طبعا هو نفسه، لكن فقط أوكي. المعنى الروحي هو يسموه الجسم الأثيري، وأنت أعتقد سمعتي الهالة أو نعم. ترددات الجسم الأثيري والطاقة، هي نفسها كلها العقل الباطن. لكن هو كجسم أيضا، ليس بمفهوم الجسم ككلمة أنه جسم، هو ليس هكذا كجسم، يعني أقصد هو جسمك هذا المادي والجسم الأثيري وكل شيء، هو تعريفه هو طاقة، هو روح الله، هو حتى جسمك المادي هذا روح الله. فهذه كلها مجرد تسميات، يعني كلها مجرد نحن نضع عليها تسميات، العقل الباطن والجسم الأثيري. نعم. حتى اسم الطاقة هو اسم، يعني حتى عندما نقول الطاقة، العقل الكوني، كلها أسماء. يعني تذكرت هلأ مداخلة أستاذ إنه في الإنجيل ذكرت أجسامكم هياكل للروح القدس. إيه صحيح جدا. نعم، هلأ خطرت على بالي. هلأ في سؤال ثاني أستاذ، مع إنه في بعض من صور القديسين إيه من العصر، وهو أكثر إشي اللي بالديانة المسيحية بنلاقي في الهالي، إيه الهالة الضوئية على راسهم، هل إيه هي هاي هي دوائر الضوء اللي بنعمل فيها؟ ولماذا فقط اختصرت على القديسين؟ هل كانوا يشوفوها لحتى رسموها؟ يعني اللي كان يرسم صورة الأيقونة اي كانوا يشوفوا إنه في لهم هالة على لا راسهم فوق رأسهم؟ هو حسب شخصية اللي يرسم. ممكن هذا الشخص اللي رسم ممكن فقط يريد أن يعبر عن صفاء هذا الإنسان. فأنت تجدين ليس فقط
يعني ليس فقط هذه الدوائر على أجسام البشر، تجدين حتى مثلا هناك رسام يرسم مثلا طير مثلا كالنسر أو الصقر، ويرسم حوله ضوء أصفر، فممكن هو يكون تعبيري غير من الضروري ممكن أن يرى هذه الهالة. هو يجب أن ندرس من الذي رسم، يعني وما هي شخصية الذي يعني الذي رسم هذه الصور، يجب أن نعرفه، يعني نتعرف على شخصيته، هل هو روحاني، هل هو مسيحي، أم هل هو معبر. وثانيا في الرسم كثير من التعبيرات حتى خارج عن المسيحية، صور كثيرة يعني الشمس يرسموها يعطوها تعبير، البحر يرسموه يعطون فيه تعبير. لكن القديسين لديهم هالات صافية، لديهم طاقات عالية، فهو يعني يوضحها بصورة صحيحة أنه هو هذا كقديس، فهو يعني يتمتع بطاقات عالية، يتمتع بالصفاء. ومثلا أيضا الرداء الأبيض تجدين أيضا يرسمون بالرداء الأبيض، مثلا الرداء الأبيض هو رمز للصفاء، للتلقائية، للمحبة. نعم صحيح. رائع، شكرا أستاذ. الكون كله، كل الكون هذا الذي فينا وحولنا كله طاقة، وهذه الطاقة رائعة جدا، ذكية جدا، وغير محدودة في حبها لك جدا جدا ولعائلتك وللأرض ولكل الشعوب. بالمناسبة هذه الطاقة لا تقاضي أبدا أبدا أبدا، لا تعاقب أبدا أبدا أبدا، تحب اليهودي والمسيحي والمسلم والملحد والعربي والأمريكي والصيني، وهذه الطاقة حساسة للكره جدا، يعني خاصة هي مسألة الكره والغيرة والحسد، هذه الكره هاي الطاقات السلبية جدا حساسة. نعم فدائما نقول يعني نرسل محبة لكل إنسان على الأرض بغض النظر دينه، طائفته، وهذا جدا مهم خاصة في هذه الظروف، يعني جدا جدا مهم أننا نبارك الجنس البشري كله على الإطلاق. وحتى البركات ليس فقط يعني بالكلمة، وإنما نراه هو بصحة عظيمة وسلام عظيم وجمال عظيم واطمئنان عظيم. نعم وهو كون الفرص، كون يعطيك فرص باستمرار، كون ليس فيه مستحيل، ليس فيه مشكلة، نعم أكيد لكن هو الإنسان عملها على نفسه. المشاكل عزيزتي هو الإنسان عقدها على نفسه. الكون ليس فيه أي مشكلة، الكون سهل. بالمناسبة هناك شيء في الكون أريد فقط أن أوضحه، تفسير الكون أمر معقد أو عميق، يعني طبيعة الكون، متى نشأ الكون، كيف نشأ الكون، كيف الله يفكر، هذا شوية ممكن يحتاج فلسفة وفكر فلسفي وتفكيري. لكن القيم الكونية جدا سهلة، يعني القيم الكونية مثلا الحب، البساطة، الثراء، السهولة، الجمالية، هذه قيم الرب. فالرب أو الله أو الكون هو سهل جدا جدا، سهل، بسيط جدا. وهذا الكون هو فيك أنت، يجب أن تعرفي، لا تبحثين عليه، يعني لا تقولين أريد أن أصل إلى الرب، كلا، الرب فيك. حتى المسيح قال مملكة السماء في داخلك، هاي يعني كلمة عظيمة، الكون فيك. فالكون لا تصل إليه لأنك أنت الكون أساسا، الكون أنت تنتقل من خلاله، هكذا نستطيع أن نقول، تنتقل من حب إلى حب، من سلام إلى سلام،
فالكون كون التجربة وكون التعلم وكون السعادة، هل تلاحظين الفكرة؟ نعم نعم نعم. فأنت أساساً الذي يتكلم، أنت لست السيدة المرأة، خطأ، أنت الكون ذاته، لأنه الخطأ الذي يرتكبه الإنسان هو يرى الجسم فيقول ها هذا رجل وهذه امرأة وهذا بعمر كذا وهذه بعمر كذا، هذا خطأ كبير جداً جداً جداً، بل هذا الخطأ سبب حروب وسبب معاناة شديدة، أنه الإنسان رأى الجسم فقال ها هذا بما أنه لونه كذا فهذا من هذه الدولة، وبما أنه يتصرف كذا فهذا دينه كذا، لكن الإنسان ليس الجسم، الجسم جزء صغير من المعادلة، الإنسان هو الله، هو الكون ذاته كله، الجسم حالة بسيطة جدا وضعية نستخدمها، الجسم نستخدمه كتعبير، تعبير الكون من خلالنا، فنفرح نصفق، لأن الكون هو كله يصفق، هل تعرفين هذا؟ لو ترين الملائكة وتصفيقاتهم تنصدمين، نعم ما يجلسوا كل تصفيقات نعم رائع. رائع جدا، أشكرك أستاذي، أشكرك، كنت حابة أعرف أكثر، أفهم هذا الموضوع أو خطر على بالي هذا السؤال، وشكرا، رائع جدا لتوضيحك، أشكرك جدا. عزيزتي الرب يباركي، الله يباركك، شكرا جدا، يباركي بالسلام والفرح والأمان الغير آمين المحدود. آمين 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 آمين.